ورحمة الله وبركاته، أنا الحنان بحكي معكم من القدس. يا جماعة الخير، إن شاء الله كلكم بخير. حبيت أحكي معكم شوي عن قراءتنا الأسبوعية في الكنيس، وغدا إحنا مكملين في قراءة سفر التكوين. ففي قراءة غدا نحن نقرأ عن وفاة سيدنا إبراهيم، والقصة تنتقل إلى ابنه هو سيدنا إسحاق، ابنه لإبراهيم، أبوه لسيدنا يعقوب، وأخوه لإسماعيل. فالقصة يعني تنتقل من إبراهيم الشخصية القوية إلى إسحاق اللي نقرأ عنه أقل من سيدنا إبراهيم، ولكن في نهاية القراءة هناك لحظة كثير رومانسية في القصة، وهو لحظة اللقاء بين سيدنا إسحاق وامرأته ريفكا. فخلينا نقرأ أولاً الآيات في نهاية الإصحاح 21 من سفر التكوين. وكان إسحاق قد رجع من بير الحي رائي، وكان مقيماً بأرض النقب، وخرج إسحاق إلى الحقل للتنزه عند المساء، فرفع عينيه ونظر فإذا جمال مقبلة، ورفعت ريفكا عينيها فرأت إسحاق فقفزت عن الجمل، وقالت للخادم: من هذا الرجل القادم من الحقل للقائنا؟ فقال الخادم: هو سيدي. فأخذت الحجاب واحتجبت به. ثم أخبر الخادم إسحاق بجميع الأمور التي صنعها، كيف خطب أو أخذ ريفكا من بيتها. فأدخل إسحاق ريفكا إلى خيمة أمه سارة، وأخذ ريفكا فصارت له زوجة وأحبها، وتعزى إسحاق عن أمه، لأن أمه سارة توفت في الحلقة القادمة السابقة في القراءة. هذه اللحظة جوهرية، الحاخامات أو علماءنا يتعلمون يعني أنه إسحاق أقام صلاة العصر من هذه القصة، يعني من التنزه في الحقل. يعني إسحاق أسس، نحن نؤمن، صلاة المغرب. ف يعني هذا لحظة اللقاء هذا، هناك تفسير لأحد الحاخامات في القرن التاسع عشر، الحاخام مردخاي يوسف لاينر البولندي، الذي يصف لنا شخصية سيدنا إسحاق، لأنه التوراة يعني تحكي لنا القليل عنه. فمقارنة بسيدنا إبراهيم، إسحاق لم يكن نشط بقدر ما كان إبراهيم نشط. فالحاخام لاينر يقول إنه هناك أحياناً شخصيات تتردد بأفعالها لأنه تخشى من ارتكاب خطايا أو أعمال خطايا. ففي هذه الحادثة أو في هذه القصة، الخادم اللي عزر هو النشط، هو الذي سافر إلى أرض أجداده في الشرق أو في سوريا أو العراق الحالية، وأخذ ريفكا من دار لافان اللي كان عم أو خال سيدنا إسحاق. فبالأخير هو تزوج بنت خاله، ويدرس يعني الحاخام لاينر من هذه الرواية أن دعاء سيدنا إسحاق في هذا الموقف، الله استجابه فورا وجاب له زوجته، وأنه الله يستجيب فورا للصلوات الآباء. فأعتقد إنه هذه يعني هذا تفسير حلو جدا لوصف هذا الموقف. شكرا جزيلا لكم. حلقة اليوم راح تكون قصيرة لأنه السبت قربت وستدخل بعد لحظات قصيرة. فأشكركم على المتابعة، وتابعوا القناة لأنه قريبا جدا سنحط فيديو جديد، مقطع جديد، كرتون جديد. فتابعونا ودمتم دائما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.